ايه كمان من الحاجات المهمه جدا ومن الملفات المهمه جدا على الساحه خلال الايام اللي فاتت؟ الحديث حوالين المدير الفني طبعا لفريق الاسماعيلي وتفاصيل كتيره جدا اكيد اللي هيوضحها لنا دلوقتي الاستاذ يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي. طبعا صباح الفل على حضرتك يا فندم. أهلا، صباح الخير. أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ وصباح الفل عليك، ودايما كده يا رب نكون دايما بنسمع كل جديد وكل الحاجات السعيده اللي تطمن قلب جمهور الاسماعيلي باذن الله تعالى يا رب. طبعا في البدايه عايزين نطمن من حضرتك، ايه الجديد بخصوص ملف فريق الاسماعيلي؟ الناس كلها عايزه تطمن وعايزين يعرفوا بعد رحيل كابتن طلعت يوسف ايه الاسماء المقترحه وممكن يكون مين اللي متواجد في الصوره خلال الايام اللي جايه. والله في اسماء كتيره قدمت عليها، في قائمه كبيره، ولكن الحمد لله احنا اخترنا حد يعني. بس احنا مش عايزين نعلن دلوقتي غير لما يجي على يوم الخميس ان شاء الله، مش اكتر من كده يعني. طيب المرشحين كنا سمعنا على الساحة انه ممكن يكون فييرا من المدربين المطلوبين بشدة يعني، فهل ممكن نكون اقرب كده للطريق الصحيح ولا لا في اسماء بعيدة شوية؟ والله مطروح طبعا من الاسماء القوية جدا، مطروح ان شاء الله. واحنا بنعمل حاجة كده ربنا يسهلنا، وجه سواء فييرا او غيره، فان شاء الله هنعلن ذلك في وقت ان شاء الله بإذن الله. ايضا باشمهندس انا بصبح على حضرتك، ويعني استكمالا اهلا بحضرتك، استكمالا للحديث وموقف الكابتن حمزه الجمل يعني بعد ان قدم خصيصا لمساعده النادي الاسماعيلي، هل ممكن في حاله الاستعانه بمدير فني اجنبي ان يتواجد الكابتن حمزه الجمل كعضو من اعضاء الجهاز الفني، ولا الامر ده غير مطروح في الوقت الحالي؟ والله هيبقى الامر مطروح طبعا لسيد مدير الجهاز الفني اللي هو الجديد، ولو قبل طبعا حمزه الجمال ده شرف لينا يعني انا شخصيا. بس هيبقى صعب شويه لانه هو راجل كان جاي على اساس يبقى مدير فني، هيبقى صعب يعني. اذا كان يشتغل ما هو مع جانبنا ممكن يبقى حاجه جميله يعني ان شاء الله، هنشوف الموضوع ده. ايضا الملفات الاخرى المطروحه يعني معانا ايضا غير المدير الفني، عايزين نعرف المشاكل اللي موجوده على الطاوله امام حضرتك وباقي اعضاء مجلس اداره نادي الاسماعيلي الجديد، واحدها هي المشاكل الماديه اللي مرتبطه بعقود بعض اللاعبين والامثله زي ابراهيم حسن لاعب نادي النجوم، والغرامه الماليه اللي خلت النادي الاسماعيلي يخصم منه 3 نقاط في الموسم الماضي. والله هو كلام حضرتك سليم، في مديونيات كبيره جدا سواء بتاع شركه نادي النجوم، ودي غرامه اوريدي متحدده اعتقد بالفيفا والمحكمه الرياضيه اعتمدتها، وبقينا ملزمين بدفعها، فهنحاول نقسطها ان شاء الله. احنا بس ما تواصلناش لسه مع الاستاذ محمد طويل، لكن هنتواصل معاه الاسبوع ده. وفي مديريات للكهرباء ايضا جايه لنا برضه نفس الشيء. المهم بالمناسبه لو نفتح موضوع اهم من ذلك، هو موضوع الحقوق اللي هنا لنا فلوس برضه عند شركه برزنتيشن. فالحقوق دي قد تصل الى 45 مليون هتحل مشاكل كتير جدا. فانا بنادي هنا من عند البرنامج بتاع سيادتك ان هو لك يعني ان البرزنتيشن تدفع لنا الفلوس ديت لان هي دي متاخره. رجاء ان احنا اكيد يعني اي موارد حضراتكم بتبحثوا عنها دلوقتي هتكون بتساعد اكيد نادي الاسماعيلي ان هو يستقطب نجوم جداد، وداخلين على فتره انتقالات كمان. اذا كان الهدف من الاعلام ان هو يساعد النادي الاسماعيلي، أرجو يتكلم على شركة برزنتيشن تدفع فلوس تدفع لنا الفلوس يعني. احنا تواصلنا معاها لكن برضه لسه ما فيش رد رسمي من نقم على كيفية دفع الفلوس يعني. ربنا يسهل، هنتواصل معاهم النهارده ان شاء الله خير يعني ان شاء الله. طيب باشمهندس ايضا الجزئيه الخاصه بالتجارب الناجحه، يعني في بعض التجارب اثبتت نجاحها على الساحه خلال الفتره اللي فاتت، وهي عشاق الانديه. عشاق الانديه طبعا بيكونوا عايزين يتبرعوا للنادي علشان يكون في حاله من الحالات اللي بتسهل المهمه شويه على حضراتكم. هل ممكن نادي الاسماعيلي يفتح باب التبرع لكل عشاقه ومحبينه في الاسماعيليه علشان يحاولوا ان هم يساهموا معاكم شويه؟ طبعا احنا امبارح خدنا قرار بهذا وفتحنا حسابات اعتقد في 3 بنوك، فان شاء الله يعني بنك الاهلي وبنك السي اي بي وبنك اسكان التعمير. ودي حسابات موجوده عندنا على اساس ان احنا للتبرع لدعم النادي، وهتبقى الحسابات ديت مش هيتصرف منها الا بقرار من مجلس الاداره يعني. هايل.
طيب بالنسبه بقى للجزئيه، يعني اعتقد ان ممكن يكونوا جزئيتين عكس بعض شويه، ولكن برضو عايزين نطمن جمهور الاسماعيلي الخاص بصفقات يناير، هل ممكن جمهور الاسماعيلي يبتدي يطمن شويه انه يشوف في صفقات جديده ممكن تكون جايه في الطريق وتبتدي ان هي تطمن الناس كده شويه بخصوص الفريق؟ طبعا احنا مفيش مشكله، وارد جدا، وحتى كمان احنا بنطمن جمهور الاسماعيلي ان احنا حتى كنا امبارح خدنا فكرنا في قرارات بعد استبدال. احنا عندنا 5 اعضاء ممكن نستبدلهم من اللعيبه المصريين يعني اللي هم الفري، يعني في حد فري كده اعتقد ممكن يتم ان احنا ناخده يعني ان شاء الله باذن الله. هايل باذن الله. اخيرا يا باشمهندس يحيى، نتكلم عن اللجنه الفنيه اللي تم تشكيلها بالامس برئاسه الكابتن حماده المصري، عايزين نعرف دور هذه اللجنه وما ستضيفه للنادي الاسماعيلي في المرحله القادمه. والله دور اللجنه ديت هتبقى اشراف على الفريق الاول اساسا، والصفقات اللي هي المطلوبه واللعيبه اللي هي هتبقى موجوده معاها، لجنه تعاقدات برضه لجنه محترمه جدا، واخد بالك سيادتك، هتبقى اللجنتين دول مسؤوله على التعاقدات واللعيبه دي بقى. لكن من اللجنه الفنيه ايضا تبقى معها اشراف ليلي يوميا على قطاع الناشئين باذن الله. يعني هي عمليه قطاع الناشئين وده اساس عملها، يعني انا يعني بيش على قطاع الناشئين وتطويره وتحسينه مع طبعا رئيس القطاع اللي هو الكابتن خالد الهماش. انا تحديدا يعني في النقطه دي بطالب من حضرتك يا باشمهندس الاهتمام فعلا بقطاع الناشئين، لان احنا استمتعنا على مدار اجيال كتيره جدا وعقود كتيره بعدد كبير جدا من اللاعبين اللي طالعين من اكاديميه الاسماعيلي، وكلهم كانوا في الاخر يعني ارث كبير جدا لمنتخبنا الوطني المصري، وحدث ولا حرج انا لو ذكرت اسم واحد هكر وراء اسماء كتيره جدا. فبالفعل يعني بنطالب الفتره الحاليه ان يكون في اهتمام بقاعده الناشئين في الاسماعيلي، عشان هي بتكون امداد في الاخر للنادي الاسماعيلي وبعد كده امداد لمنتخباتنا الوطنيه المصريه. ده كلام صحيح جدا، واحنا مهتمين جدا بقطاع الناشئين لان هو ثروه كبيره للنادي الاسماعيلي، وان شاء الله احنا هنعيده ثاني ويبقى كل معظم النادي يكونوا من قطاع الناشئين بتاع النادي بتاع ان شاء الله. احنا مهتمين بيه، وزي ما قلت لك اللجنه ديت هي لجنه هتبقى مش عملها بس موسمي زي اللي فاتت، لا دي عملها على طول طول السنه، وبالتالي هتهتم بقطاع الناشئين لان الموسم. لكن انت اللجنه الفنيه هتبقى في التعاقدات الجديده دي بتبقى في شهر يناير وشهر مثلا صيف مثلا في نهايه الموسم. لكن ديت اللجنه الفنيه هيبقى مهمها انها تتابع قطاع الناشئين اساسا يعني. باذن الله. في النهايه تعليق حضرتك ايه طبعا يا باشمهندس على تصريحات كابتن حسني عبد ربه الخاصه باخر مباراه، واكيد الاداء اللي كان قاسي جدا بالنسبه للعيبه والنتائج اللي كانت غير مرضيه بالنسبه للجمهور، اعتقد انه كابتن حسني عبد ربه بوجوده واحد من نجوم الاسماعيلي ومنتخبنا الوطني ويعني وعاشق للاسماعيلي كان بيتكلم بالحرقه وبحب الاسماعيلي وطالب من اللعيبه ان يكون في اهتمام اكتر من كده وانه فعلا يكونوا عارفين قيمه تيشرت الاسماعيلي، هل كان في جلسه مع اللعيبه بعد النتائج الغير مرضيه خلال الفتره اللي فاتت؟ احنا عملنا جلسه امبارح مع اللعيبه وجلسه وديه جدا واديناهم ثقه في انفسهم، لان احنا خلينا نبص لقدام وطبعا هم عارفين اللي فات يعني كويس، فاحنا اتفقنا ان احنا ننسى اللي فات ونبص لقدام وربنا يكرمهم ويشد من اجرهم، وطبعا ده دورنا معهم وحتى المستحقات وعدناهم ان احنا ندفعها لهم ونريحهم يعني طبعا مفيش كلام. هايل. بس ان شاء الله يدونا نتائج كويسه في المباراه الجايه والمباراه الجايه ان شاء الله ربنا باذن الله. يعني احنا عندنا امل كبيره ان الامور تتحسن اكثر من كده عن النتائج اللي تم خلال الفترة اللي فاتت مع الكابتن طلعت يوسف للأسف الشديد، نتائج كلها سيئة، طبعا هو ده ظروف غصب عنه طبعا، لكن محسوب عليه ان احنا 3 هزائم متتالية دي كانت صعبة شوية علينا عشان جت طبعا في أول الموسم. بالظبط كده. بإذن الله اللي جاي كله خير إن شاء الله واستقرار على فريق الإسماعيلي وعلى نادي الإسماعيلي. تحياتنا لحضرتك الباشمهندس يحيى الكومي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا وصباحك زي الفل. نشكره طبعا. شكرا. الباشمهندس